السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم يا بنات في قناتي مطبخ إيمان عاطف من بلكونتي. كنت قاعدة بفطر، الجو النهاردة حلو ومشمس ضيفي. أنا عندي في البلكونة عاملة زرع، بحب أقعد أفطر جنبه. الفطار بقى النهاردة كان كنت عاملة بيض مقلي وبطاطس بيوريه باللبن، بتلاجر اللبن بس ومعلقات سمنة. والسلطة بقى الجميلة الخرافية التحفة دي عايزة اقول لكم طريقتها. هي سلطة مفيدة جدا جدا جدا، فيها حاجة ثمرة اسمها الافوكادو، عايزاكم تعملوا بحث باسمها وتشوفوا فوائدها قد ايه جميلة. هي طعمها يعني غير مستساغ شوية لو لوحدها، بس انا لما بعملها سلطة بخلي طعمها حلو جدا. بحط بقى عليها بهرس، بجيب مثلا ثمرتين افوكادو وبهرسهم كويس، وبحط عليهم طحينة وزيت زيتون وثوم وهريسة وملح وفلفل وكمون وكوباية زبادي. بصراحة الطعم بيبقى خرافي، بيبقى وهمي، وبتاكلي في نفس الوقت حاجة مفيدة ومغذية وفي نفس الوقت طعمها حلو، بتفتح النفس. انا كل يوم بصراحة لازم يبقى فطاري حاجة مختلفة، ما بحبش كل يوم انا يعني اكرر في الاكل، احب انوع كل يوم في الفطور. محبش كل يوم بقى انا لازم فول وطعمية وبيض، لا، بحب ان انا انوع. فده كان فطاري النهاردة اللي انا قلتلكوا عليه. جربوا سلطة الافوكادو دي، هتعجبكوا قوي وهتعجب الولاد كمان وهتدمنوها. على فكرة انا بجيب الطحينة من هايبر اللي هي في مكان كده بيطحنوا فيه السمسم، بتاخدي الطحينة سمسم بس معلهاش اي اضافات، في مكان كده في اخر هايبر من جوه بيطحنوا السمسم قدامك فريش، وتقريبا الكيلو منه ب90، والنص كيلو بقى بيقعد عندك كتير لانه بيبقى طحينة سمسم بيور، ما فيش عليه اي اضافات. يعني ده الفيديو بتاع النهاردة، حبيت يكون مختلف وافيدكم معلومة ولو صغيرة عن سلطة الافوكادو دي والفوائد بتاعتها وطعمها. انا هدخل على جوجل اجيب لكم فوائد الافوكادو كلها واحطها لكم في صندوق الوصف. والطريقه بتاعت السلطه الجميله دي اللي انا بعملها تنفع فطار، تنفع في غدا، تنفع جنب مشويات، اي وقت، خفيفه ومفيده ومغذيه جدا. بس وده كان فيديو النهارده، فيديو قصير. اشوفكم على خير ان شاء الله الفيديو الجاي، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.